طب يا فندم، لو هسأل حضرتك عن التوقيت، يعني نشر صورة زي دي أخذت في 2015، توقيت نشرها دلوقتي ده دلالته إيه عند حضرتك؟ بكل تأكيد هم يريدون ما يمكن أن نسميه بتسوير الشارع، هم يريدون نشر الفوضى، هم يريدون إسقاط النظام السياسي، ليس النظام السياسي فقط وإنما إسقاط الدولة. فعلوا ذلك منذ العام 2013 عندما انتصرت إرادة المجتمع في ثورة شعبية كبيرة. هذه المحاولات الدؤوبة استمرت أكثر من 7 سنوات، عادوا بهذه المحاولات ربما من شهر مضى، وبالتالي ازدادت محاولات تزييف الواقع والحقيقة عبر محتوى إعلامي ينشر على شاشة الجزيرة أو غيرها من القنوات الفضائية التي تبث من تركيا. وبالتالي زيادة وتيرة نشر هذه الصورة بهذه الطريقة ربما دفع وكالات الأنباء الدولية التي ليس لها أي مصلحة ربما في كشف هذا التزييف، غير أنها تمارس دورها الإعلامي والرقابي أيضا على بعض وسائل الإعلام. وبالتالي هم كانوا يريدون نشر هذه الصورة من أجل مزيد من الفوضى، من أجل مزيد من الاحتقان، يريدون إثارة الرأي العام في الداخل المصري، يريدون تشويه السلطة في مصر، ويريدون أن يقولوا للمصريين أن هذه السلطة تفعل هذا الأمر، وهو أمر يعني كذوب، يعني أمر غير حقيقي. طيب أستاذ منير، يعني هذا سوف يؤدي نتائج نعم. سلبية على هذا التنظيم، وسوف يزيد درجة الوعي لدى الناس بأن هذه هي حقيقة هذه التنظيمات.